وأوقاتكم أيها السادة والسيدات، حلقة جديدة من حلقاتنا على المشاهدين. في البداية نتقدم بالشكر إلى كل من قام بدعمنا في هذه القناة، سواء بالتواصل أو بتقديم الاقتراحات أو المشاركة في كتابة بعض الحلقات التي سنعمل على تقديمها لاحقا، أو من خلال التعليقات والتفاؤل. حلقة اليوم عن صناعة الفيروسات والهلع المصاحب لها من خلال ثلاث حكايات. الحكاية الأولى حكاية جنون رأس المال. خلال أزمتنا المعاصرة تنقلت البشرية ذهابا أو جيئة وذهابا بين سلسلة من الأوبئة الكونية، تارة جنون البقر وتارة جنون الدجاج وما بينهما أنفلونزا الخنازير وأنفلونزا الطيور، مرورا بفيروس إيبولا الذي قضى على الآلاف من المواطنين في غرب إفريقيا وهدد بالعدوى 500,000 إلى مليون نسمة. والزائر الجديد الغير المرحب به هو فيروس كورونا، وهو الآتي من الصين، وهذه المرة ليس من حيوان أو طير، بل هو من صنيع الأفاعي كما يقولون. ومع كل فيروس هناك خوف وهلع واحتياطات وصناعة أدوية ومضادات حيوية وخسارات بالملايين، ودول من العالم الثالث تشتري أدوية بالملايير تكدسها لترمي بها في نهاية المطاف إلى أجل غير مسمى. وهذا الجنون الرأسمالي هو في حقيقة الأمر جنون لإمبريالية رأسمالية متوحشة. ما يهمها في نهاية المطاف هو تحقيق مزيد من الأرباح وتحقيق مزيد من الامتيازات وتقديم بضاعة هي عبارة عن هلع وخوف وفيروسات قاتلة وترويع للرأي العام. الحكاية الثانية هل يمكن لفيروس كورونا أن يغير كل شيء؟ هذا السؤال الجوهري يقودنا من طبيعة الحال إلى تقارير أعدتها شركة باين أند كو، والتي قالت بأن سوق الرفاهية ارتفع إلى 5% عام 2018 وإلى 1.3 مليار أورو، ويشكل المستهلكون الصينيون سواء داخل الصين أو خارجها أكثر من 90% من هذا النمو، ويمثل كذلك الصينيون أكثر من 30% من قيمة مشتريات المنتجات الفاخرة. هذا يعني أن مجموعات صناعية كبرى مثل FMH وكيرين وريتشموند وعلامات تجارية كبرى مثل إرميس وبربري معرضة لخسارات كبيرة والانخفاض في مستويات بيعها وكذلك في مستويات أرباحها. شركات من قطاعات مختلفة ومن شركات كبيرة مثل شركات الطيران والبنوك والتكنولوجيا بدأت في المعاناة من عواقب انتشار فيروس كورونا في الصين وخارجها، ويمكن أن يكون لها تأثير مدمر على صناعتها وعلى أرباحها. فهل
تنتهي الحكاية هنا. الحكاية الثالثة: فيروس كورونا والخوف من تراجع الأرباح. اقتصاديا وبلغة الأرقام، بدأت الشركات الكبرى تتهاوى أو تخاف على أرباحها، أو تهاوت أرباحها ما بين 2% و4%. ففي شنغهاي وهونغ كونغ تم إغلاق حدائق ديزني لاند الترفيهية، وتخفيضات كبيرة في حجوزات الفنادق. وقررت فنادق مثل هيلتون وأركور وانتركونتيننتال إغلاق فنادقها تحسبا للأسوأ. وهنا حسابات الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتداعياته، كما تم إلغاء عدد من الأفلام الشهيرة قبل عرضها أو التي كان مقررا عرضها، كما تم إغلاق العديد من دور السينما في جميع أنحاء الصين. ويمكن أن تتوقع حجم هذه الخسارات في أكثر من مستوى. أكثر القطاعات تضررا قطاع الطيران، فالعشرات من الرحلات قد أغلقت خوفا من المرض، وخوفا من الذي يمكن أن يتولد عنه هذا الخوف في جميع أنحاء العالم. واتخذت كبريات الشركات قرار وقف رحلاتها من قبيل شركة إيبيريا والخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية الأمريكية والعديد من خطوط الطيران. والسؤال: هل نحن أمام صناعة خوف عالمي؟ السؤال من طبيعة الحال: هل نحن أمام صناعة خوف عالمي جديد، أمام صناعة الفيروسات وأمام جشع الشركات المتعددة الجنسيات التي لا يهمها إلا مزيدا من الأرباح ولو على حساب ملايين الأرواح من البشر؟ إنها ببساطة إنها الصناعة الإمبريالية الجديدة بين الشرق والغرب والصراع ما بينهما. وصناعة الفيروسات إلا وجه لهذا الصراع التجاري، ومعها بطبيعة الحال صناعة الخوف والهلع والترويع والترويج كذلك لها إعلاميا. فما القادم يا ترى؟ إلى هنا أيها السادة والسيدات نأتي على نهاية هذه الحلقة. كان معكم عبد الله الساورة، وأسعد الله أوقاتكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.